هنتكلم دلوقتي بقى في حاجه جديده على من الدنيا تي تنسر، اللي هو تاني محاضره بقى في الاي بي. اهو هناخد حاجه اسمها ادفانسد اي بي فيرجن 4. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بس قبل ما نخش على الاي بي فيرجن 4 ادفانسد، عايز اتشيك حاجه كده. كنا خدنا امبارح جدول للسبنيتنج، صح؟ اللي هو ايه بقى؟ لما يكون عندك بت واحد ب 128، لما يكون عندك اثنين بت تمام، ثلاثة بت، امال يا عم ما ذكرتش ايه؟ أربعة بت، طب خمسة بت، أقول لك ما ذكروش. 200 كام يا أخويا؟ ها؟ 52. هذا اللي بقول لك ما كانش مذاكر، رايح امبارح طول الليل ذاكر. 252 بالظبط. لما يكون عندي 7 بت 254، لما يكون عندي 8 بت 255. حلو الكلام كده؟ في اي مشكله عند حد في الكلام ده؟ طيب نراجع عليهم بسرعه. اديتك شبكه، اديتك شبكه وقلت لك الاي بي فيها 172 16 نقول كام؟ نقول 8 0 سلاش 22. 22 يبقى صدمة مصر كام؟ يبقى 8 كمان 8 تحت ده كمان 6 كمان 0. 8 وحايد لسه في الجدول واخدينها بكام؟ طب 6 وحايد واخدينها بكام؟ حلو الكلام. يبقى 255 255 252 0. لما نطرحهم من 4 255 يطلع لنا البرودكاست كام؟ استنى يا عم، ها 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 قول يا محمد، ها ايوه 0 دوت 0 دوت 0 دوت 3 255 ناقص 252 3 دوت كام؟ لو جمعت دوت على رقم الشبكه كان بيطلع لي ايه؟ برودكاست، صح كده؟ اه تمام اهو. يبقى البرودكاست بتاع الشبكه دي كام يا معلم؟ استنى بس يا ابني ما اجيب القلم الاصفر اهو. 172 16 11 255. يبقى الشبكه عندي اهي، وده البرودكاست وده الصبنه ماسك. يبقى من الاخر كده خدنا قانون المره اللي فاتت. قلت لك الاول تجيب الصبنه ماسك، واداناك جدول تجيب منه الصبنه ماسك. اطرح الصبنه ماسك يا معلم من 4 255 يطلع لك حاجه اسمها الوايلد كارد ماسك. اجمعها على رقم الشبكه يطلع لك البرودكاست. صح؟ اول جهاز الشبكه دي كام؟ واحد. طب اخر جهاز الشبكه دي كام؟ 11 254، صح كده؟ امال ليه مش مذاكر يا عم؟ طب خد كمان دي بقى، خد كمان دي وحلها انت بقى مش انا اللي هحلها. ها؟ 10 دوت 64 دوت 0 دوت 0 سلاش 12. اوقف التسجيل على ما تحل. طيب تعالى كده نشوف السبنت ماسك يا شباب كام؟ السبنت ماسك هتبقى 8 4 0 0 8 وحايد، طب 4 وحايد 42. ايوه الله يكرمك تمام. البرودكاست يا معلم يبقى كام؟ اطرح بقى من 255 من 255 من 255 من 255 اجمع ده على رقم الشبكه يبقى كام؟ 10 64 و15 79 255 و0 ده البرودكاست، ده السبنت ماسك، ده رقم الشبكه. يبقى ده النتورك اي دي اهو، ده السبنت ماسك، ده البرودكاست. حلو الكلام؟ دلوقتي بقى هناخد حاجة اسمها السبنتنج. واو. إيه السبنتنج؟ السبنتنج دي اللي هي إيه يا جماعة؟
ايه السبنيتنج؟ اللي انا اقسم الشبكه لاكتر من شبكه. يبقى السبنيتنج اقسم الشبكه لاكتر من كام؟ من شبكه. في عندنا نوعين اتنين من السبنيتنج، حاجه اسمها فيكسد سبنت ماسك اللي هو اف اس ام، وحاجه اسمها فاريبل لينز سبنت ماسك. هديكم النوع الاول النهارده، يخلص نص ساعه في 10 دقائق ناخده ونروح ماشي، والنوع الثاني ناجله لبعدين. حلو كده؟ يبقى انا هشرح دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ الفيكسد سبنت ماسك اللي هو الفي اس ام. النوع الاولاني بقسم الشبكه بتاعتي النتورك لمجموعه من النتورك، سبنت واحد وسبنت اثنين وسبنت ثلاثه وسبنت اربعه، بس كلهم ايه؟ متساويين في عدد الاجهزه. يعني انا عندي شبكه كلاس تي فيها كام اي بي يا معلم؟ فيها 256 رقم من اول الزيرو لحد 255. بالشبكه للبودكاست عندك كرتونه يا باسم فيها 256 علبه، قسمتهم كرتونتين يبقى كل كرتونه فيها 128، قسمتهم اربعه يبقى كل كرتونه فيها 64، قسمتهم 8 يبقى كل كرتونه فيهم كام؟ 32. يبقى انت بتقسمهم لعدد متساوي على حسب خط الاعداد، فاكره؟ 1 2 4 8 16. طب انا عايز ثلاثه صبنت، خلاص تقسمهم على اربعه، تاخد اول ثلاث شبكات تستخدمهم والشبكه الثانيه اللي هنا في جيبك. يبقى هو المتاح عندي ان انا اقسم كام؟ المتاح عندي يا معلم ان انت تقسم ايه؟ تقسم على اثنين. لما تقسم على اربعه، لما تقسم على ثمانية، لما تقسم. طب لو حد جه قال لك تعدد الشبكات مش عارف ايه، يعني قلت لك انت عندك كرتونه فيها 256 علبه عايزه تقسمها لي كرتونتين، ماشي يا عم، 256 على 2 يبقى كل كرتونه فيها 128، قسمها على اربع علب يبقى كل كرتونه فيها كام؟ 64. طب واحد جه رخم بقى، رخم عليك وقال لك انا عايز تقسمها لي ثلاث علب، ما عنديش ثلاث علب، هقسمها لك على اربعه، استخدم ثلاثه وعين واحده، صح كده؟ قسمهم اربع علب يبقى كل واحده فيها كام بت؟ 32 جهاز، 256 على 4 فيها 32 ولا فيها ولا فيها 64؟ 64 64 ده لو على 8 يبقى 32. يبقى لو هقسمها، لو انت عندك كلاس سي لو هتقسمه على 2 يبقى كل الكرتونه فيها 128 اي بي. طب لو هتقسمها على 4 فيها 64. طب لو هقسمها على 8، طب لو هقسمها على 16، صح كده؟ طب لو اقسمها على 32 8، الله يكرمك. طب لو اقسمها على 64 4، طب لو اقسمها على 28 2، صح؟ بالعكس، عندك كرتونه كبيره كلاس سي فيها 256 علبه، قسمتها كرتونتين 128، قسمتها 4 64، صح يا معلم؟ طب ازاي نقسم بقى؟ يبقى النوع الاولاني يا عم باسم انا بجيب لك مجموعه من الشبكات متساوي في عدد الاجهزه واقول لك قسمهم لي ل 10 شبكات وما اجيبلكش صفر الاجهزه خالص، فانت تقسمهم على 10 هتطلع 10 شبكات متساويين في عدد ايه؟ ان شاء الله النوع الثاني بقى لا، ده انا هقسم لك رسمه اقول لك شبكه المبيعات فيها 100 جهاز، شبكه التسويق فيها 16 جهاز، شبكه المانجمنت الاداره فيها 12 جهاز، شبكات مختلفين في عدد مين؟ الاجهزه، واقول لك قسم. يبقى النهارده ناخد ايه؟ نقسم لمجموعه من الشبكات متساوي فعدد الاجهزه متساوي في كل شبكه. طب نقسم ازاي؟ يا عم والله ده كده، ده خمس زي وقت نمشي ازاي يا معلم؟ بصوا كده، انا لما باجي اقسم انا بيبقى عند الاي بي بتاعي احنا قلنا على بعضه كام بت؟ جزء منه ايه؟ نتورك، وجزء منه هوست. طب انا عايز اخلي النتورك تزيد يبقى زود البتات بتاعت النتورك. طب ايه اللي بيحصل؟ البتات بتاع الهوست بتقل، لو كانوا 8 بقوا 7، لو كانوا 7 بقوا 6، لو كانوا 6 بقوا 5. فبيقول لك عمليه السبنيتنج هي عمليه استلاف، باخد بتات من الهوست اخليها نتورك. فيها مشكله كده؟ يبقى عمليه السبنيتنج
هي عملية ايه يا جماعة؟ عملية بروينج. بروينج يعني استلاف. فروم استلاف بستلف، مش كانوا بيتات هوست هوديها النت، بدل ما كان عندك 24 بت للنتورك خليتهم 25. يبقى عملية استلاف من الهوست بت تو ايه؟ نتورك بت. يبقى هي عملية استلاف من الهوست بت للنتورك بت. حلو الكلام؟ ها؟ في مشكلة عند حد؟ طب نعملها ازاي؟ ناخد مثال. ها؟ ناخد مثال بسيط كده؟ ناخد مثال، يلا. عندي شبكة 192 168 1 0 سلاش 24. جه قال لك قسمها لشبكتين اتنين. تعمل ايه؟ تقوم راسم له الشبكة اهي. هي مش 24؟ الاي بي كله على بعضه كام؟ يبقى فاضل لي كام للهوست؟ 24 من 32 فاضل 8 بتات الهوست. انا المثال بتاعي بيقول لي قسمها لشبكتين اتنين. ال ان ب 2 قسمها لكام شبكه؟ 2. القانون بتاع يا عم رضا بيقول 2 اس ان اكبر من او يساوي ال ان. ده قانون اهو. حيث ال ان الصغيره دي عدد البتات اللي انت هتستلفها من هنا من الهوست توديها النتورك اهو. ده عدد البرو بت، البتات اللي انت هتستلفها. طب ال ان الكبيره ده عدد الشبكات اللي انت عايز تطلعها السب نتورك. 2 اس 2 دي انا عايزك تطلعي شبكتين 2. فهماني؟ المثال مطلوب منك تطلعي كام شبكه؟ 2. ده اللي مطلوب. اكبر من يساوي صح؟ لان دي كانت ان دي لان الصغيره ده البتات اللي هتصرفها. النتورك. طب خد معايا بقى كده 2 اس 0 ب 1. بس انا بقى كده نكتبهم كده معايا. انت تقول لهم بقى لما انت تقول لهم انا اقول ايه؟ 2 اس 1 ب 2 صح كده؟ ما تقطعش عيش يا عم. 2 اس 2 بكام؟ ب 4. 2 اس 3 ب 8. 2 اس 4 بكام؟ 16. تمام؟ 2 اس 5 32. 2 اس 6 ب 64. 2 اس 7 128. تمام، معلش القلم. 2 اس 8 256 صح؟ طيب انا عندك بقول لك 2 اس ان لازم تكون اكبر من الاثنين، مش الان دي انا مدالك ب 2 اهي. يبقى الان بكام؟ يبقى الان بزيرو. بس ان بزيرو هتطلع لك واحد، كده مش اكبر من الاثنين او يساويهم. طب خلاص يبقى الان بواحد. لو حطيت الان بواحد يبقى 2 اس 1 ب 2 بيساوي الاثنين صح؟ يبقى الان عندي بواحد. لانه الصغير اهي. لما استلف واحد يبقى فاضل لك كام من الهوست من الثمانيه؟ يبقى الاتش عندك بسبعه. اكبر من او يساوي الاثنين. يعني لو اداك ثلاثه، لو اداك ثلاثه يبقى انت ايه؟ مفيش حاجه تجيب لك ثلاثه هنا، تبقى تاخد الاثنين. 2 اس 2 بقى اكبر منها، ما هو مفيش حاجه بيساوي الثلاثه. وعشان كده القانون بيقول ايه؟ 2 اس ان اكبر من او يساوي، عشان لو هو جه رخم عليك واداك حاجه ايه؟ ما بين الاثنين والاربعه. ثلاثه. فانت خلاص لا تجيب له شبكتين، بس انا محتاج ثلاث شبكات. خلاص هجيب لك اربعه وخد منهم ثلاثه. مفهوم؟ يبقى الاتش بكام دلوقتي؟ بكام؟ بسبعه. تمام. خلاص يا عم المساله خلصت. بنجيب حاجة بقى اسمها الهوبنج. ايه الهوبنج ده؟ ما هو لما تدوس الاستفسار اهو. الهوبنج 2 اس 7 بكام؟ ب 128. يبقى الشبكة الأولانية عندي يا سلام 192 الشبكة الأصلية، 168 1 0. طب الشبكة الثانية 168 1 زود الهوبنج 128. يا نهار ابيض. طب وانت استلفت كام واحد؟ واحد. وهي كانت 24، يبقى 1 24 كام؟ 25. خلصت يا صديقي. ادي الشبكه الاولانيه وادي الشبكه الثانيه. ناخدوا المثال ده تاني، هو هو.
تاني بس بصفحه جديده بقى، تاني بس بصفحه جديده عشان الناس كانت ايه الكنافه كانت كبسه على المراوح. لا لا انا اقول لك حاجه يا ابو حميد، احنا ما رحناش ناخد بريك تاني يا حبيبي. ماشي هذا 192 168 واحد زيرو سلاش كام؟ 24. حلو؟ كام 24؟ يعني انا عندي 24 بت للنتورك و 8 بت للهوست. حلو؟ عندي 24 واحد لمين؟ للنتورك و 8 لمين؟ للهوست. القانون بيقول لي ايه؟ 2 اس ان، انا عايز اطلع منه شبكتين. ده قانون؟ اه بيديك الاثنين دي، بس القانون اسمه ايه؟ 2 اس ان اكبر من او يساوي كام؟ الاثنين. طب وانا مش عارف الاثنين اس واحد بكام؟ باثنين، واثنين اس ثلاثه بكام؟ فاهمني؟ اهو يعني انت خط الاعداد ماشي معاك اهو، 1 2 3 او 1 2 4 8 16 ايوه ايوه الله يكرمك الله يكرمك. يعني 2 اس 0 بكام؟ بواحد. 2 اس 1 بكام؟ باثنين. 2 اس 2 بكام؟ 2 اس 3 بكام؟ 2 اس 4 بكام؟ 2 اس 5 بكام؟ 2 اس 6 بكام؟ 2 اس 7 بكام؟ 2 اس 8 بكام؟ بس فين يا عم؟ فين؟ فين؟ لان الكبيره دي عدد الشبكات، الاثنين الصغيره اللي فوق دي 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 الاثنين اللي هي يا ابني الاثنين دي، لا الاثنين دي قانون، الاثنين اس ان اكبر من ان. اه الاثنين دي اللي في الشمال دي يا محمد ده عدد الشبكات اللي انا عايز اطلعها. انا عايز اقسمهم اثنين، عايز اقسمهم ثلاثه، عايز اقسمهم اربعه، عايز اقسمهم 10. يبقى اللي انا قاطع لها دايره دي يا ابو حميد هي مين؟ عدد الشبكات. طيب مين بقى اللي يديك اثنين؟ والله لو انا حطيت اثنين اس واحد هيديني اثنين اهو، صح؟ يبقى الان بكام يا معلم؟ واحد. السيرف من هوست واحد، يبقى 8 ناقص واحد كام؟ الله يكرمك. يبقى الهوبنج بيساوي ايه؟ الهوبنج 2 اس 7. اللي هو الخطوه اللي انا هنط قد ايه؟ هو لما نط 7 يبقى عندي الرقم بكام؟ 128. اه يبقى الشبكه الاولانيه 0، الشبكه اللي بعديها 128. فجت منين يا عم الهوبنج؟ 2 اس 7. طب 2 اس 7 بكام؟ يبقى الاولانيه تبقى 0 والثانيه زود عليها كام؟ 0 على 128. اه 120. يبقى اول شبكه 0، ثاني شبكه ازود 128. ما هو الهوبنج ده يعني النطه، كل شبكه فيها كام اي بي؟ الشبكه الاولانيه هيبقى اخر اي بي فيها اللي هو 127. الله يكرمك. استنى بس استنى بس، روق عليا روق عليا روق عليا. ها قول ها قول اللي معاك اهو. زيرو زيرو بقى جايب مين بقى؟ زيرو ماليش زيرو ازود الهوبنج على الاولانيه، يبقى واحده زيرو واحده 128. حلو الكلام؟ تمام. وعندك واحد 24، واحد 24 يبقى كام؟ 25 اهو سلاش 25. خلاص رجعت مساله عاديه زي اللي انا كنت بديها لك بتاع البريفكس، صح يا معلم؟ حضرتك بتديني المعادله دي اول وانا هحلها على اساس. اه معادله ايه؟ معادله ايه؟ معادله انت حافظها. لا يعني الاثنين دي بديها لك. الله يكرمك. المعادله ثابته، انا عايز بديك حاجه اقسمها كام شبكه. تمام. بص يا شباب بص يا شباب، يعني انا دلوقتي يعني انا دلوقتي يعني انا دلوقتي يا ولاء بقى عندي شبكه 192 168 1 0 كام؟ سلاش 25. والشبكه الثانيه 128. طيب ال 25 دي اللي هي كام؟ اللي هي 8 8 8 1 اللي هي كام بقى؟ صبنة مصر. ايوه 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 بس يا سيدي بس يا عم. طب عشان اجيب البرودكاست بتاع الاول نعمل ايه؟ اطرح ده من 455 0 0 0 127. يبقى الشبكه الاولانيه 192 و0 168 و0 1 و0. طب 0 127 ده البرودكاست بتاع الاولاني، صح الكلام؟ طب البرودكاست بتاع الثاني اجمع ده على الشبكه يبقى 192 168 1 128 127 ده البرودكاست بتاع الثاني.
صح الكلام؟ بنرجعش لله بس. ايه رايك؟ عشان متساويين. ايه رايك؟ ايه رايك؟ مش دي كانت مساله كنت بديك 625 وهات الواد قلب ماسك بتاعها والمعركه من الشبكه. انت بتجيب الصبنه ماسك مره واحده بس تجمع الواد قلب ماسك مره على الاولاني بديك البودكاست بتاع الاولاني ومره على الثاني البودكاست بتاع الثاني. معايا ولا نمتي؟ ها شغاله تمام. طب تيجي ناخد مثال ثاني. مثال ثاني الثاني ثاني والثالث والرابع والخامس يا عم. ها عايزين نقسمها على ثلاثه بقى. يلا كل واحد يعملها في ورقته ونرجع نعملها مع بعض. حلو يا معلم. تعال بص بقى كده 24 يعني 24 واحد للنتور وكم بيت الوسط؟ 8. 2 اس ان اكبر من او يساوي كام؟ 3. الان يبقى 2 اس ان اكبر من او يساوي 3 يبقى الان بكام؟ استنى يا عم هو 2 اس 0 بكام؟ 1. 2 اس 1 بكام؟ 2 اس 2 بكام؟ 2 اس 3 بكام؟ 2 اس 4 بكام؟ 2 اس 5 بكام؟ 2 اس 6 بكام؟ 2 اس 7 بكام؟ 2 اس 8؟ مش عارف كل مره حافظهم لك. تيجي المره الجايه حافظ مش هقدر اكتبهم لك. تمام؟ يبقى الان بكام يا معلم؟ يبقى الان بواحد، لا ده هيديك 2 يبقى اقل ما ينفعش. خلاص يبقى الان ب 2 هيدينا 4 اكبر، صح كده؟ يبقى الان بكام؟ باتنين. هو اتنين اس اتنين باربعة اكبر من التلاتة. يبقى الان بكام يا معلم اللي حطها هنا باتنين؟ اتنين اس اتنين باربعة. لما استلف اتنين يبقى تم اتنين من تمانية ناقصين بكام؟ يبقى الاتش بكام؟ لما الاتش بستة على طول والنبي يبقى الهوبنج بكام؟ بس يا عم اهو ما تعقدنيش بقى. يبقى اول شبكة عندي كام؟ واحد زيرو. ها تاني من الاول؟ تاني من الاول. 2 اس ان اكبر من او يساوي بكام؟ التلاته. يبقى الان بكام يا عم احمد؟ 2 اس 1 ب 2 لا اقل من التلاته. 2 اس 2 ب 4 يبقى الان بكام؟ ب 2 اهو. 2 اس 2 بكام؟ ب 4 يبقى استلفت 2. 8 ناقص 2 يفضل لك كام؟ 6. 2 اس 6 بكام؟ ب 64. صح يا عم باسم؟ معايا ولا اتلخبط؟ معايا؟ ها يبقى الشبكه الثانيه كام؟ زود 64. زود 64. الشبكه اللي بعدها زود 64 يبقى كام؟ استنى يا ابني اسكت يا ابني من ايه انت اللي بتعمله ده؟ زود 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 64. في حاجه اسمها 256 اسكت يا عم احنا اخرنا اربعه. انت عارف اللي تعرف منين انت هتطلع كام شبكه؟ مش انت استلفت 2 بت؟ يبقى 2 اس 2 ب 4 يبقى هم اربع شبكات اللي هيطلعوا. هناخد واحده الثلاثه هناخد ثلاثه ونركن واحده. انما هقعد ازود لحد امتى؟ اربع مرات. عرفت منين ان هم اربع مرات يا عم باسم؟ لان 2 اس ان ب 4 2 اس 2 ب 4 فطلع لي الزيرو 64 128 هم دول الاربع شبكات. الله يكرمك. هو واحدة اركنها في الدرج. أنا ما عنديش شغل غير ثلاثة دلوقتي. لو ضربت واحدة رابعة زودت، ما زودتهاش خلاص. سلاش كام بقى يا معلم؟ كل واحد اتنين وأربعة ستة. صح؟ 26 أهو. كل واحد في حضراتكم من دلوقتي يجيب لي الصبنة ماسك والبرودكاست لكل شبكة في ورقتك. أنا وصلتك أهو الأربع شبكات. اثنين مش جايب ده عندك اهو. اثنين وزودتهم على 24 كام؟ 26 صح؟ شبكة وكل شبكة وصبنة ماسك كلهم لان هم كلهم 26. بص يا عم اسكت بقى خلاص طول اليوم تعالى. 192 168 1 0 1 دوت 64 1 دوت 128 1 دوت 192 سلاش كام كله؟ 26 صح كده؟ 26 يعني 26 يعني كام؟
يعني 8 8 8 2 يعني 255 255 192. يبقى الوايل كارد ماسك بتاع كام؟ لا الوايل كارد الاول 0 0 0 63. اي شجره تجمع عليها دول يطلع لك البرودكاست بتاعتها. يبقى الاولانيه هتبقى 192 168 1 دوت كام، والثانيه 1 دوت كام، طب واللي بعدها 1 دوت كام 191، طب اللي بعدها 1 دوت كام. بس يا سيدي ده البرودكاست. ها طيب يا عم انا عمال اقول لك قول يا عم، لا قول لا مش حكايه. تمام خلاص كده. ده جه منين صفر؟ ده جه منين صفر؟ طرحته 255. ده جه منين صفر؟ طرحته 255. 255 255 ناقص 192 كام؟ 63. بس الفكره انا لما باجي احسبها ما حسبتهاش كده. اما انت باينر يعني؟ ولا باينر. انا بجيب اخر الشبكه اللي يعني هي اخر الشبكه اللي بعدها كام؟ 64 اللي قبلها كام؟ 63. فاكر فالح والله والله انت فالح. انا كنت قلت كده 55 ده عشان اختصر عمال ناصح مليان. ناصح مليان لك ناصح وانت الاخر ناصح زيه صح كده؟ ما هو حبيبي في الامتحان هيجيب لك شبكه من النص يا اخوي مش هيجيب لك اللي بعدها. ازاي؟ يعني هيجيب لك 124 لسه 26 ومش هيجيب لك ال 128. تمام. فهضطر كده كده اجيب البودكاست. ما انا كان اسهل عليا من الاول اقول لك خد اللي قبلها بواحد. ما دي انا عرفت القانون ده انا عارفه، لكن انا عندي شبكه بالترتيب، ايه اخش الحوارات؟ ماشي هقول لهم يجوا قبلها بواحد، يخش في الامتحان ينصدموا بالظبط. شاطر انت وهو فالحين. بص يا شباب زي ما هو بيقول كده هي قبلها بواحد اي فعلا ده البرودكاست، بس انا ما رضيتش اقول لك الحته دي ليه؟ لانها باينه. انا مش هقولها لك لانها في الامتحان يا باشمهندس بيجي لك شبكه من النص، ما بيجيبش ده اللي بعدها ولا اللي قبلها. ثانيا انت ممكن برضو تجيب السبنت ماسك، انت عارفين السبنت ماسك اللي هو مين؟ اللي هو اخر شبكه عندك. اهو. اخر شبكه عندي في الرينج على طول ده بتبقى السبنت ماسك بتاعي. حط قبله بس 3255. بس برضه انا ما رضيتش اقول كده لان مش هيبقى موجود اخر شبكه. دي الفهلوه بتاع المصريين يعني. الفهلوه بتاعتنا. انا بقول في الاخر بيبص على حته. والاخر بص يعني هو بيجيب البرودكاست قال لك البرودكاست بتاع ده اللي قبل ده بواحد. والثاني اللي قبل ده فاهمني؟ يعني ده 64 يبقى البرودكاست بتاعه 63. ال 128 يبقى اللي قبله 127 ده اخر اي بي في اللي قبله بواحد. تمام. طب السبنت ماسك اخر شبكه عندك تبقى دي السبنت ماسك بتاعك. صح؟ طيب الشبكه اللي بعدين ايوه اديكم في داهيه والله. الشبكه اللي بعدين 172 16 0 0 يا معلم بقى 3 16 عايز منها 6 نتورك. نقله شويه بقى. تعال نشوف يا عم بلا 8 بلا 4. تعال نشوف عندي كام بت؟ 16 بت للنتورك. وكام بت الهوست؟ 16 زيهم بس مقسومين 8 و8 صح؟ تمام. 2 اس ان اكبر من او يساوي ال 6 يبقى الان ب 3 يبقى الاتش بكام؟ ب 5. هو انا لما اجي ازود الهوبنج بزود في الاثنين بايت ولا بزود في بايت واحد يا راجل انت وهو؟ يبقى انا هنا هزود في الثالث اللي فيه نتورك وهوست، ماليش دعوه بالرابع، الرابع ده بتاع الهوست كله. يبقى الان بكام؟ بثلاثه، الاتش بكام؟ بخمسه. يبقى يا معلم الهوبنج بكام؟ 2 اس 5 ب 32. تاني 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 عشان الراجل متلخبط. استنى يا عم استنى يا عم انت طلعت راجل اي كلام خالص يا عم. ماشي احنا قلنا 16 بس الناس 16 8 مش هم متقسمين مش الاي بي متقسم اربع حتت. هو في 16 بت انا ماليش يميته بتوع الشبكه. ال 16 بتوع الهوست متقسمين كام؟ 8 و8. 2 اس ان طلعت لي بكام؟ لان ب 3. لما اجي استلف انا بستلف من اللي جنب النتورك على طول يبقى استلفت من البايت الثالث. فاضل لي كام من البايت الثالث يا عم باسم؟ 5. يبقى الهوبنج عندي بكام؟ ب 32. يبقى لما اجي ازود على كام؟ على التالت. لان انا استلفت منه التالت صح؟ تمام. يبقى الشبكه الاولانيه هتبقى 172. مسجل طبعا.
زي ما تسجلش بسجل يا عم اهو ريكوردنج اهو 16 0 0 اهو الشبكه الثانيه 172 16 هزود فين هنا يا عم مش ده انا استلفت منه انا جيت يوم الرابع تمام اللي بعده 172 16 64 0 اللي بعده 172 16 ها 0 اللي بعده 172 16 128 0 اللي بعده 172 16 كام 160 0 اللي بعده 16 192 0 صح فاضل حاجه لا هما كده 8 شبكات ليه ليه 128 زود 32 يبقى 160 صح كده 192 عندي كده كام شبكه يا عم باسم 1 2 3 4 5 6 7 فاضل لك واحده كده 104 224 ايوه 16 224 0 طب هم ليه 8 هم ليه 8 لانك انت استلفت 3 بت بس 2 اس 3 بكام ب 8 يبقى يطلع لك 8 شبكات فقط مش انت استلفت 3 يبقى اللي هيطلع لك 2 اس 3 بس سلاش كام يا معلم بقى 3 و16 حد بقى خلاص الشبكات جت ايه هتقولي بقى السبنت ماسك بتاع كل شبكه والبرودكاست بتاع كل شبكه هزعل منكم اول لما جبتهمش هات يا اخويا يلا خش شك معايا بقى يعني دلوقتي 19 تبقى كام 8 8 0 صح 8 وحايد بكام 8 وحايد الوايل كارد ماسك اللي هتجيبه كام زيرو زيرو يعني انا على الثالث هزود كام وعلى الرابع هزود كام خلاص ماشي ماشي يبقى ده السبنت ماسك بتاعه هاجي على اول شبكه هي اول شبكه كام كانت 192 168 ايه ده 172 16 0 0 سلاش 19 زود بقى على الثالث 31 يبقى 172 16 31 بكام؟ الجمال ده يا عم طب اللي بعده بقلل بقى بقلل منها واحد بقى يا مصطفى 172 ها 16 32 دي ثاني شبكه 0 16 تمام يبقى 172 16 زود 31 على ده يبقى 63 255 اللي بعده 172 صح 16 64 0 19 زود 31 على ده يبقى 172 16 كام بقى 95 255 وهكذا بقى يا عم انا بديك النهارده يا جماعه كل الافكار بتاعه السبنتي عشان تبقى مروح عارف كل حاجه ممكن اصعب عليك شويه بس لما اصعب عليك احسن من اللي بره يصعب عليك احنا بنتدرب فرحتي ممكن اديك شويه مسائل سهله وتفرح بيهم وتخرج تيجي حد بره يديك مساله تقع فيها فانا هنا في الكورس بتنا صعب 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 لحد ما اديك اصعب خالص طيب خد مثال بقى اخر مثال هناخده ونروح مثال سهل وظريف انا عايز ال 172 16 0 0 استاذ 16 اطلع منهم 1000 نتورك اقسمهم على 1000 نتورك يلا يا برنس دوس استحاله ازاي يا اخويا 2 اس 10 ب 1024 هتلف 10 بت 10 بت ايه المشكله هنا بس 10 بت دوس يا اخويا هجرب ايه الاستحاله بص يا سيدي انا عندي 16 اهو ادي 16 ومعايا كام 8 8 ماشي 2 اس ان اكبر من او يساوي ال 1000 يبقى ال ان ب 10 2 اس ب 10 ب 1024 فهاخد ال 8 دول واروح اخد من هنا كام؟ يبقى ال اتش عندي بكام؟ 2 اس 10 ب 1024 2 اس 9 ب 512 مش انا يا عم شغال مضاعفات 2 اس 8 ب 256 256 في 2 512 512 في 2
1024 يبقى انا هستلف 10 صح كده؟ هاخد ال 8 بت دول مش ده في 8؟ وعد على البايت الرابع اخد منه كمان كام؟ يبقى الاتش عندي بكام؟ فين؟ في الرابع، في الرابع. يبقى لما اجي ازود ازود الرابع اللي فيه ان واتش. صح صح بقى. تاني 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 ها 2 اس ان اكبر من او يساوي ال 1000. يبقى الان بكام يا مصطفى؟ ب 10. 10 يعني انت خدت البايت التالت استلفته كله وعديت خدت كمان 2 من الرابع. يبقى الاتش بكام؟ لما تيجي تزود هوبنج يا معلم هتزود في الرابع، احنا بنزود اللي فيه بت للنتورك وبت للهوست. يبقى في الاثنين 64، يبقى الهوبنج 2 اس 6 بكام؟ ب 64. ماشي، بس تعالى زود بقى كده يا معلم، هتلبس في الحيطه حالا اهو. 16 0 0 172 16 0 64 تمام 172 16 0 128 172 16 0 192. لو جيت زودت كمان 64 هيديك 256. ما تنفعش كده، الزيرو ده خلص، اقلب على الواحد. 172 16 1 0 172 16 164 172 16 صح كده؟ واحد دوت كام؟ 128 172 16 1 دوت 192. الواحد كده خلص، اقلب على مين؟ على الاثنين. انتوا معايا لما تزهقوا قولوا 2 0 172 16 2 دوت كام؟ استنى يا عم انت مصدق كلامه؟ 172 16 2 دوت 128 172 16 2 دوت 192. كده الاثنين خلصت. انتوا عارفين يا شباب هتني ماشي لحد امتى؟ لحد ما اوصل ل 172 16 255 دوت 0 255 دوت 64 255 دوت 128 255 دوت 192. دي اخر شبكه عندي، الشبكه اللي رقمها 1024، لان 2 اس 10 ب 1024 شبكه. كلهم متساويين؟ كلهم متساويين في عدد الايبهات، كل شبكه فيهم 24. من اول تاني؟ من اول تاني خالص؟ خالص خالص؟ من اول السبنيتنج يا احمد ولا من اول المثال؟ يلا يا شباب من اول تاني، من اول تاني عشان احمد، من اول تاني بقى عشان نمشي. يلا يا شباب عشان احنا مواصلات، عشان احنا مواصلات عشان نمشي. استنى بقى يا جماعه خلاص بقى. كل التهريج اللي انتوا بتهرجوه طالع في الفيديو فيطلع عليكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. بص يا معلم، انا عندي الشبكه 172 16 0 0 اسلاس 16. الراجل جه قال لك انا عايز اطلع منها 1000 نتورك، 2000 نتورك، ايه المشكله؟ شغال. فانا عندي دلوقتي كام بت للنتورك؟ طب كام بت للهوست؟ 16 بس 8 و8. حلو؟ 2 اس ان اكبر من او يساوي ال 1000. يبقى الان بكام؟ 10. ليه الان ب 10؟ لان 2 اس 10 ب 1024. فانا استلفت ال 8 دول يا شباب وخدت معاهم كمان ايه؟ 2. يبقى الاتش عندي بكام؟ 6. يبقى الهوبنج بكام؟ ب 64. حلو الكلام كده؟ الهوبنج بكام؟ ب 64. قشطه. بس لما اجي ازود يا عم باسم خليك ذكي، انت تاخد الكورس معايا يعني، وحد يوقعك بره. اخر بايت اللي هو الثمانيه ده اللي هزود فيه. ليه اخر بايت اللي هزود فيه؟ لانه ده اللي استلفت منه فيه نتورك وفيه هوست لسه فاضل اهو، مش ده اللي فيه بتات نتورك وبتات هوست؟ تزود في الرابع. طب المره اللي قبلها زودت في الثالث ليه؟ لان استلفت في الثالث ما كنتش خلصته. تمام خلاص. يبقى احنا هنزود في الرابع كام؟ 64 على طول. اول شبكه 0 الاول 0 وبعدين 16 0 كام؟ 64. وبعدين 172 16 0 كام؟ 142. وبعدين 172 16 0 كام؟ 192. صح؟ لو جيت زودت تاني كده يا عم رضا، زود كده على 162 192 64 ما تمشيش، لان اخر بتخاف. يبقى اقلب على الواحد، يبقى 192 وبعد كده نقلب على الواحد. الله يكرمك.
64 1 و 128 الهوبنج مش لو كان 32 كنت ممكن اعلى عن 192 عادي طبعا عشان طبعا لو لو بقى لو بقى كانت تبقى 224 تمام كده لو كان الهوبنج 32 صح. طيب يبقى 172 كده خلصت الواحد اخش على مين اهو صح خلصت الاثنين اخش على مين لحد ما اوصل لكام ايوه السلاش كام انا استلفت 10 وهم كانوا 16 يبقى كام 26 حد يجيب لي بقى الصابنه ماسك والبرودكاست بتاع كل شبكه ايه ازاي يلا يلا يا عم ما هي سهله خلص بقى كنت ماسك يا شباب 26 يعني كام 8 2 255 دوت 255 دوت 255 192 الوايت كارد ماسك يبقى كام 0 63 يبقى كل شبكه اجي بس على اخر بايت وازود كام 63 يعني عايز اجيب البرودكاست بتاع دي 172 16 255 دوت كام اجي دي ازود 63 يبقى 172 16 255 دوت كام 127 دي يبقى 191 دي لسه ما قدامك النهارده.